ايه صباح النور سيمو. صباح الخير. بخير. صباح النور يا توتو. جيت واخا. المهم هذا هو الفطور ديالنا في وسط الطبيعه الزوينه. فوالا شوفوا معنا شنو كاين. كاين الخبز بطبيعه الحال، كاين فاكهه والكرموس، داكشي مخلط، اللوز، القرقاع والمسائل. هذه حلوه ديال توريا صوبتها يديها، يعطيك الصحه. هذا راكو عارفين بلا ما نديرو بيبليسيتي. وعندنا البيض، وشنو اخر تما، التمر، وهادي قهوه حليب بالسكر. بلا سكر بيني وبينك، والله ما فيها شي سكر، تالا لينا السكر. فوالا هادشي اللي كاين. حنا كنتواجدو في هاد البلاصه. اذا نفطروا على بركه الله، وباش نشوفوا ان شاء الله فين نزيدوا. راني مخلي لها التايم لابس ولكن بالفلاش، التايم لابس اللي راه طاهي بالفلاش، حتى تسالي مورا هذه اللقطه وغادي تشوفوا التايم لابس كيفاش غادي يطلع. المهم نفطروا، الصحه والراحه.